الصغار كيف حالكم؟ إن شاء الله في هذه الحصة سوف نتعرف على الحيوانات الداجنة والعددين 14 و15. وأولا وقبل كل شيء سنقوم بعجالة بطقوسنا الاعتيادية. سنحدد معا تاريخ اليوم. البارحة يا أطفال جمعة، اليوم السبت، غدا الأحد. أحسنتم. السبت 9، هنا 9، 9 من شهر ماي 2020. وسأحدد معكم يا صغاري على اللوح، هنا أيام الأسبوع 7، السبت 7 في الشهر، إما 30 يوم أو 31. أما بالنسبة للشهور الميلادية فهنا 12 شهرا، ونحن في خامس شهور الميلادية شهر ماي. وكما ترون يا صغاري هنا الفصول الأربعة، فصل الخريف، فصل الشتاء، فصل الربيع، فصل الصيف، ونحن الآن في فصل الربيع. أما بالنسبة لحالة الطقس فالجو مشمس. الحيوانات الداجنة يا صغاري، ستقولون من هي الحيوانات الداجنة؟ سأشرح لكم. الحيوانات الداجنة هي التي يمكن أن نعيش معها، أن نتعايش معها داخل الحظيرة أو داخل المزرعة، لا نخاف منها. مثلا عندي هنا الأسد، الأسد هذا حيوان غير داجن. النمر أيضا هذا حيوان غير داجن. الدب هذا حيوان غير داجن. هذه حيوانات غير داجنة، هذه تسمى حيوانات متوحشة. لكن هذه الحيوانات التي تتواجد في المزرعة هي حيوانات داجنة، مثلا حمار، ماعزة، حصان، الدجاج، الكلب. هل تعرفون لماذا يدجن الإنسان هذه الحيوانات؟ يستفيد مثلا من لحمها أو بيضها، وربما للمتعة مثلا القطط. هذه هي الحيوانات الداجنة. وفي هذه الحصة يا صغاري سنتحدث عن البقرة. هذا الحيوان يسمى البقرة. لماذا البقرة هي حيوان داجن؟ لأننا نستفيد من مثلا من حليبه، من لحمه، ويكون مثلا في المزرعة، ولا نخاف من البقرة. انظروا إلى هذه الصورة يا صغار، هذه هي البقرة. وفي البيوت إن شاء الله سننجز هذه التمارين، وسنصل بالمنتوجات التي يمكن أن نستفيد منها. البقرة مثلا ماذا تعطينا البقرة؟ الحليب ومنتجاته. هذا هو العجل، عجل وطفل للبقرة. نعم. وهنا أيضا سنضع علامة تحت مسكن البقرة. هل البقرة تعيش في الخم؟ هل تعيش في الحظيرة؟ هل تعيش في بيت الكلب؟ لا. إذا سنضع علامة هنا. انظروا أيضا إلى هنا، سنحيط الحيوانات الداجنة. وقد عرفتكم بالحيوانات الداجنة التي تعيش في الحظيرة وفي المزرعة. نعم. إذا يا صغاري سأنتقل معكم الآن إلى حصة الرياضيات. سوف نتعرف على العددين 14 و15. بعدما تعرفنا على الأعداد من 1 إلى 13 سنتعرف على هذين العددين. انظروا إلى العدد 14، رقم وحداته هو 4، ورقم عشراته هو 1. أقرأ رقم الوحدات أولا ثم أنتقل إلى رقم العشرات. 14، 14، هذا هو الرقم، هذا هو العدد 14، رقم وحدته 4 ورقم عشراته 1. انظروا إلى العدد 15، رقم وحدته 5 ورقم عشراته 1. 15، أقرأ الوحدات أولا ثم العشرات. وفي البيوت سوف ننزج هذه التمارين. انظروا جيدا، سوف
عدد المحرات هنا ونكتب إلا أنكم عدوا بتمهل، واحد اثنان لا تسرعوا، اكتبوا العدد المناسب هنا. وأيضا هذه الدمى سوف نعدها بتمهل ونكتب العدد هنا. أما بالنسبة لهذا البهلوان سألون 14 أنفا، كيف يكون لون أنف البهلوان؟ أحمر. نعم، سألون فقط 14 وسألون 15 قبعة بالأصفر، باللون الأصفر. سوف أترك لكم هاتين التمارين على الواتساب لتنجزوها يا صغاري. والآن سأمر إلى تمرين آخر. هذه مسطرة. لماذا نستعمل المسطرة؟ نستعمل المسطرة في رسم خطوط ومستقيمات. نستعملها في رسم خطوط ومستقيمات. انظروا، سأرسم أولا نقطتين، قوموا بهذا العمل أنتم أيضا، ارسموا نقطتين، قوموا بوضع المسطرة هنا، لأن من نقطتين يمر خط واحد فقط. انظروا جيدا هكذا، ثم أثبت المسطرة بيدي جيدا، ثم باليد اليمنى أضع خطا. انظروا إلى هذا الخط مستقيم. ارسموا أنتم أيضا عدة خطوط على ورقة لتحصلوا على عدة مستقيمات، أو ارسموا بيوت أو منازل أو شيئا تريدونه، أو مستطيلات أو مربعات، لكن باستعمال المسطرة يا صغاري. الآن ها قد أنهيت حصتي لهذا اليوم، إلى حصة مقبلة إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.